خير وسعادتي، يحييكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. دعما للإنتاج السينمائي يقام هنا اليوم في العاصمة أربيل مهرجان السينما العالمي، للمزيد ابقوا معنا. زور باش بوي، دنگش زور خوش بوي. بالنسبه للتاجيل مال ذكره السينما كانت قبل 28/12، مو فد مشكله اذا واحد يتاخر شيء يعني، بس كان ما متعذرين، كان اكل اشياء والمديريه السينما اربيل كان ملتهي بغير اعمال. لا يكفي، لأن السينما هي عبارة عن أفلام، عبارة عن مهرجانات أفلام قصيرة وأفلام روائية وإلى ما ذلك، لكن مع الأسف لأن الإنتاج ضعيف في عموم العراق وليس في إقليم كردستان فقط، فهذا يدل على أن القطاع السينما تمشي بخطوات بطيئة، ونتمنى أن يكون الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص يعني يأسسوا مؤسسات سينمائية أكثر، لأنها لم تكفي هذا الجيش من السينمائيين، ونتمنى أن يكون الخطوات أكثر إنتاجية.